ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي، انزلوا حالا اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد اقدمه. انا ميرا مروم، بعمل فيديوهات عن العناية بالبشرة والشعر والجسم، بعمل ريفيو عن منتجات كتيرة جدا، وبعمل سلسلة جهاز العروسة من الالف للياء، وبتكلم في موضوعات عامة في حياتنا اليومية. والنهاردة جايبة لكم وصفة قوية جدا جدا جدا، زي ما شفتوا طبعا في العنوان، وصفة رائعة خالص لتفتيح البشرة 4 درجات عن البشرة بتاعتك. احنا لما بنقول تفتيح البشرة، ما بقولش ان انتي مثلا لو سمرة هتبقي بيضة مرة واحدة، لا، تفتيح البشرة يعني ازالة اثار الشمس، وتفتيح اثار الحبوب، وازالة الكلف. ولو مثلا انت بقالك كتير ما بتعمليش ماسكات وعايزه ماسك تفتيح بقى وترجعي لونك الطبيعي، اوكي، انما ماسك التفتيح مش انت سمره وهتبقي بيضه مثلا، عشان بس ان في ناس بتقول ما بيفتحش انا لوني زي ما هو، ما انت لازم لونك زي ما هو عشان انت ربنا خلقك كده، فاستحاله طبعا يعني هتتغيري او شكلك هيختلف عن لونك الطبيعي. وصفتنا النهارده سهله جدا وما فيهاش اي تعب، ما فيهاش مكونات كتير، مكونين اتنين بس هو المكون الاساسي بتاعنا، الموز. ليه اخترنا الموز النهارده؟ الموز من الحاجات طبعا اللي فيها فيتامينات كتيره جدا، ومشهور انه فيه بوتاسيوم، مفيد جدا في الاكل، يعني مفيد ان انت تاكليه، بيدي للجسم فيتامينات كتير قوي ومعادن كتيره قوي. الموز اصلا غني بالمعادن اكتر من الفيتامينز، فمفيد في الاكل، مفيد في الدايت برضو، بيشبع، مش من الفواكه اللي هي بتتخن، لا بالعكس، مفيد في الدايت، حلو جدا. ممكن مثلا تاخدي العشاء زبدايه وموزه، او الفطار زبدايه وموزه، حلو في الدايت وحلو للجسم ومفيد جدا. فاحنا النهارده طبعا عرفنا ان هو مفيد، فاحنا لازم نستغل بشرتنا وشعرنا. الشعر ده حكايه تانية خالص، مش هقول طبعا النهارده وصفه الشعر، بس لو حابين تعرفوا ايه وصفات الموز للشعر قولولي في الكومنتس وانا بعمل لكم فيديو. احنا نقول مؤقتا بتاع البشرة، الموز للبشرة بيديها معادن، بيديها فيتامينات، دي اول حاجة، يعني بيغذي البشرة كويس جدا. تاني حاجة وده الاهم وده الغرض اللي احنا عاملين الوصفة عشانها، اللي هو التفتيح، بيفتح البشرة جدا جدا جدا. هي البشرة محتاجة حاجتين، تغذية وترطيب عشان تبقى فيها نضارة وتبقى بتلمع وتبقى صحية. فاحنا النهاردة هنغذيها ونرطبها باللبن، وكمان هنفتحها. فالوصفة دي شاملة 3 حاجات، ترطيب وتغذية وتفتيح. يلا بينا نقول مكونات الوصفة بتاعتنا ونعملها ازاي. محتاجين 1/2 كوباية لبن صغنونة، انا بستخدم الكوبايات الصغنونة دي علشان بتبقى سهلة في الوصفات جدا، وهشتري منها في جهازي عشان هعمل لكم طبعا حاجات بعد الجواز، يعني مش هسيبكم يعني. تاني حاجة طبعا المكون الاساسي بتاعنا قشر موز عادي جدا، انا غسلته يعني حطيته تحت الحنفية شوية، عادي ما تقلقوش ان هو اسمر يعني من الحنفية، هو لازم احنا ننضفه مش هنحطه في بشرتنا كده. وقطعته طبعا بالمقص، هو قشر موز عادي جدا، ما قلت الشروط لقشر الموز، مش بايظ على فكرة، هو مش بايظ خالص، هو حلو ومش مستوي، لا قشرته ناشفة، بس انا غسلته كده غسلة بسيطة عشان ما يضرش بشرتنا ولا يعمل لنا اي حاجة. احنا محتاجين نغذي مش محتاجين نضر. يبقى دي المكونين الاتنين بس بتوع الوصفة بتاعنا النهاردة، اللبن والموز. هناخد اللبن وهناخد الموز ونضربهم في الخلاط كويس جدا، هروح اضربهم وارجع لكم حالا. تمام، رجعت لكم تاني بعد ما ضربته، نسيت مين جدا جدا، نسيت اقول لكم معلومتين زي ما قلت مهمين جدا. اول حاجة لو انتي بشرتك مش حساسة حطي ليمون، انا بشرتي حساسة فما بحطش ليمون على الوصفة دي خالص، عشان انا بشرتي مش بتستحمل الليمون وبيطلع لي حبوب فورا
وبشرتي بتتبهدل وبيجيلي حساسية واحمرار وكده. تاني حاجة عايزة اقولها لكم، انا ليه حطيت لبن قليل؟ عشان القوام يطلع غليظ كده. لو حطيتي لبن كتير او زودتي كتير القوام بيبقى خفيف معاكي ومش بيثبت في وشك وبيضطر ان هو ينزل من وشك. حاجة تانية كمان، البنات اللي بتجرب اي وصفة لأول مرة بتاخد جزء من الخليط تحطه على جزء صغير من وشها، ما هرشتيش، ما حصلكيش اي احمرار، وشك ما حرقكيش، ما حصلش اي حاجة، كملي الخليط على باقي وشك كله. عشان لا قدر لو عندك حساسية من اي مكون من المكونات دي ما يحصلكيش اي حاجة، ما يحصلكيش مضاعفات كبيرة، يبقى المكان صغنن بس. هما اصلا مكونين، فانتي جربتي اللبن قبل كده على وشك، جربتي الموز قبل كده على وشك، يبقى استخدميه، هو امن جدا ليكي. يا جماعة الوصفة بتتعمل وبعد كده الباقي بيترمى، مش حاجة اسمها نحطه في التلاجة ما نحطوش في التلاجة، حاجة لازم تبقى فريش، اول ما تتعمل تتحط على الوش على طول. الماسك ده هنحطه 10 دقايق بالظبط على وشنا، من 10 دقايق لربع ساعة عادي، الاتنين نفس المفعول. وبعد كده نغسله وتقفلي المسام بتونر. تمام. عايزه اقول لكم برضو معلومه مهمه جدا 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 وناس كتير مش بتاخد بالها منها، ودي التكايه بقى بتاعت الماسكات والوصفات وكده، تركايه اسمها، تركايه مش تكايه. عندي يوسف زهايمر. بصوا، انتي ما بتيجي تغسلي وشك بالغسول، بتغسلي عادي وبعد كده بتعملي الوصفة. لو عملتي الوصفة وبعد كده غسلتي وشك يبقى كأنك ما عملتيش اي وصفة، لان الغسول بيمحي اثر اي حاجة كانت على وشك. فتعملي الوصفة دي، ما تعمليش بعديها غسول، عادي ممكن تستخدمي الغسول بالليل قبل ما تنامي وتعملي الوصفة دي بالنهار، او لو عايز تستخدمي الغسول الاول بعد كده الوصفة اوكي يعني عادي. تمام. ما تنسوش بقى اللايك لايك لايك ورأيكم في الوصفة بعد طبعا ما تجربوها، مش بقول قولوا رأيكم دلوقتي طبعا. وانتي بتتفرجي عليا حالا انزلي اعملي لايك، انزلي اعملي لايك يلا، وكومنت برأيك الحلو. واول ما تجربي الوصفة دي هستنى من كل بنوتة شافت الفيديو ده انها تجرب الوصفة وتقولي. هي حاجة بسيطة يعني، قشر الموز بدل انتي ما ترميه هات شوية لبن حطيه عليه واعملي الوصفة، مش تاخد منك 10 دقايق على بعض. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، يا رب تكون وصفاتي كلها بتعجبكم وفيديوهاتي بتعجبكم، وعايزة بقى تشجعوني باللايك والكومنت. يلا باي باي يا بنات.